هل اشتقتم الينا كما اشتقنا اليكم؟ حنا توحشناكم بزاف بصح كي نجو ما نجوش يدينا خاويه، نجيبوا وصفات وحكايات شابه ان شاء الله يا ربي تعجبكم. اول حكايه غادي نحكوها اليوم مع بعض، اول حكايه تحكيها لكم شهرزاد هي حكايه سموغر ستارتا. سموغر ستارتا هو الكيك ساندويتش، اختصار جانا من السويد سويدوا، سي سبيسياليتي سويدواز سهلة وشابة بزاف. وش هي حكاية سموغر ستارتا؟ هي حكاية خبز نعمروه ونشبحوه كي شغل هو طارت، بصح غادي يكون سالي. أنا هاد الخبز درته في البيت، يعني خبز أي خبز ديروه، مهم خلوه يطلع على شكل دائري، يعني ديروه دون أن سيغ وخلوه يطلع فيه باش يجي مدور. هاد لو سيغ غادي نقطعو على تلات شوغ تخوا ترونش، تلت أجزاء، ومن بعد غادي نحشيوه. الحشو اللي غادي نقدمه لكم على يعني على تيتر انديكاتيف، يعني مش انتوما ماشي مضطرين ديروا نفس الحشو، بصح تاخذوا الفكره. ودائما نقول لكم خذوا الفكره ومن بعد ديروا بها اللي حبيتوا. غادي ناخذ الخبز نتاعي ونقطعو على ثلاثة، يعني سيغ تخوا بارتي. انا عندي باش غادي نحشيه وباش غادي نزوقه، عندي الصومون فومي، الصومون مدخن، عندي لي غادي الفجل، عندي الخيار الكونكومبر، عندي دي كروفيت جمبري، عندي بيض السمان، تنجمو تاخذوا بيض عادي. غادي من بعد نغطيوه كيما نغطو بلا شونتي، لا كريم شونتي ولا لا كريم او بور. عندي جبن طري غادي نخلطها بكريمه طازجه، وعندي المايونيز، عندي لا موتارد، وعندي لا رومين. يعني اشياء بسيطه بصح كيما قلت لكم نتوما تنجمو تاخذوا اللي حبيتو. ناخذ لا بروميير بارتي، الجبن الطري نخلط معاه كريمة طازجة ونخلط pour diluer هذاك الجبن الطري. قلت لكم هذه غادي نستعملها باش نحشي بيها وباش نغطي بيها الكيك. اي فوالا، نخلي هاد الكريمه منا، نقلع الاشياء اللي ما نحتاجهاش. لو كروفيت كنت شريتها انا فريش وكنت طيبتها في الماء ولا فابور ولا في الماء كيما حبيتو. هنا لا رومين غادي نقطعها، جو لا ديشيكتي جوست بالمقص. هنا نقطع ديشيكت شويه تاع لي سلاد، فوالا، ونبدي تقريبا المونتاج نتاعي. هنايا غادي الصومون غادي نحتاج باش نحشي ونخلي شويه باش نزوق بيه هاد الاطراف، نقلعهم باش نزوق بيهم من بعد لا سموغر ستورتو. فوالا كاع لي بو نقلعهم باش نزوق لا طارت نتاعي. واحد اثنين ثلاثة ربعة خمسة، نزيد وحدة نقلعهم قبل ما ننسى باش نخلي لو لا ديكوراسيون. اوب فوالا، دونك نبدي نجيب شوية ما avec lequel je vais badigeonner. Et on y va. نجيب ان بانسو ونجي. اي فوالا، واش نحتاج لهنا؟ غادي ندير نجيب شويه ما اي جو باديجوني هذاك لو بان بالخبز بالماء. نجيب من بعد لي ترونش دو نا. قبل ما نديرو غادي ندير، نحب لا مايونيز، غادي ندير شويه مايونيز كوم اون كوش ونحطها على الطبقة الأولى اللي عندي تاع سموغر ستارتا. فوالا، اون كوش خفيفة نتاع لا مايونيز. اوكي، نمسح الزيادة تاع الماء اللي عندي. فوالا، ونجيب الخيار اللي كنت قطعته دوائر ونروح نحطه ساير داير. انا قلت لكم تنجموا تعمروا هاد لا سموغر ستارتا بالخضر اللي حبيتو. نمشي ساير داير نحط الخيار، يعني حابه نزيد له تاني لا رومين باسكو نحب لو كروكون تاعها.
نجمو ديرو الطماطم، نشفوها جيست من الماء، من الماء نتاعها شويه وحطوها. صحيح، حطيت لا رومين، نحط لا كوش الزوجه اللي عندي ونزير مليح، ندخل ثاني دوك الاطراف تاع لا رومين باش حتى حاجه بو كو ريان لو ديباس، باش كي ندير لا فينيشون تاع الكيك يجيني شباب. اوكي، نعاود ندير نفس الشيء، جو بادي جون بشويه ما غير شويه، ما غاديش تما يليقش تاع الجنوه، يعني غير شويه باش يرطاب، كي نقطعوه من بعد يجي طري. فوالا، دروك شنو نحط؟ نحط لو سومون نقطعو، ونحط لو سومون فومي كوم اون كوش، لا كوش تانية، يعني الطبقة اللي تجي فوق الطبقة التانية تاع الخبز. فوالا، هنا جو في ديلوي لا موتارد بشويه في الجبن. حط لا موتارد اللي عندي باش ما تجينيش تروب بيسونت، نحط لا موتارد ونحط لها شويه جبن طري اللي كنت خلطته هنا واللي غادي نخلطه من بعد، غادي نديره من بعد من الفوق كيما قلت لكم كيما نديروا لا شانتي، وغادي نحطه فوق هذاك لو سومون فومي. سي اولترا بون اي اولترا غورمان، حاجه اللي شابه نجمو نديروها حتى في لي زانيفرسير، يعني نديرو كيك سالي وكيك سكري. هنا نجيب الطبقه الاخيره اللي عندي ونحطها، يعني هذا هو الوجه تاعها، الوجه ما نحطهاش من فوق، الوجه نحطه من تحت ونزير. جابي بيان، ندخل تاني، ندخل هذاك الصومون، جابي بيان. هنا تاني جو باديجون افيك ان بو دو، فوالا، قلتلكم نقدو نديرو العجب بهاد الفكرة تاع هاد لاطارت سالي. هنا بعد هادو وغادي نوريكم كيفاش نكملوا لي فينيسيون. ناخذ هادي، ضربت ساي، كملت بهذا، كملت بهادي، ونجيب ان كود ونروح نطلي نجمي اون بون كوش تاع هذاك الفرماج الجبن الطري اللي درته واللي خلطت معاه لا كريم فريش. واني ماشيه نغلف مليح، فوالا شحال يجي بنين. اوب، انا ماشيه ونغلف، قلت لكم كيما ديروا لا شانتي كيما ديروا كريم او بور، غير بشويه وانتوما تغلفوا فيها. لا 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 تك، فوالا سي ان جو دونفون، تقدو ميم تدو لولادكم يديروه. قبال يعني ما نديروش غير الحلو، نديرو تاني المالح. صاي، هنا نمسح الزياده اللي عندي هذيك الكريمه اللي طلص بها لو بلا، دونك نمسح غير الزياده ومن بعد نعاود نفوت عليه ان طورشون موي باش نمسح هذيك لي تراس اللي عندي في البلا. مي دروك نفوتو لا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون تاع لا سموغر ستارتا واش هي؟ انا اختاريت، راه عندي كروفيت، راه عندي فجل، وراه عندي سومون فومي.
غادي نزيد شويه معدنوس، غادي نجيبو هنا قدامي فوالا، باسكو باغي نزوق بيه، باغي نقطع شويه يعني جو لو اشفينمون، وتاني اوراق نديهم نزوق بهم ساير داير لا طارت نتاعي. تقدو تزوقوا بالسيبولات باللي حبيتو، بلانات، يعني كل الاعشاب تصلح لهذا السموغار سارطا. يعني ليدي سي كي شغل عندكم غابه زوقوها وخلوا لي سيليبر ليبر شوا فوتر ايماجيناسيون باش تجيكم ما باش تجيكم شابه، يعني اللي عندكم تحت يديكم زوقوها بيه. ونحط هنا اجمي سا دو كوتي، نجيب خدمي صغير باش نقص بيض السمان. عندي الزهر صبته الصباح عجبني، على نقطعو على زوج كيما هاكي، غادي نحطه نزوق به. انا يعجبني البنه تاعه، وندير ثاني به طواجن بزاف، يعني نحشي ولولي باش نحشي اللحم بالبيض، نحشيه بالبيض السمان يجي ضيف، يجو دي بتيت بولات فريمون بنين، وفي السلايد يجي بريزونطابل. فوالا، نزيد في الوسط شويه حشيش، ان بو دو فيردور، اوكي، غادي نحط فوقها سومون فيمي، ندي هادي، فوالا ندي هادي، ونقطعها، وندير لفها كيما هاك على روحها، كي شغل وردة، ونحطها في الوسط. هنا غادي نرفد لي كروفيت، راه ما عندي شابين، دي كروفيت رويال، ونحطهم ساير داير على هداك لو سومون اللي حطيتو، يبانو غير لي كروفيت ما يبانش لوطخ ديكور، دونك ما صبتش دوك الصغيرين، مي بون كبار سي جولي اوسي. دونك نحط كيما هاك، من بعد شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد الفجل لي غادي، ونحطهم نزرعهم كيما هاك كي شغل وردة، لي تري بون. هنا نحط لو سومون، نعاود ناخذ نصنع وردات نديرهم ساير داير، هذه عريضه بزاف، نقلع منها شويه وندور السومون كيما هاك، ونحط باغي نعاود ناخذ الصومون ونصنع ورد ونمشي كيما هاكي. فوالا، نزيد لكم واحده اخرى، لا 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 لا. وهنا غادي نزيد نكمل بالصومون، بصح نوريكم شنو ندير بالبيض. هذا البيض السمان غادي نحطه كيما هاك، نا جاتني فكره واحده اخرى. هنا غادي نحط بيرسي الخضر ونحط فوقه السمان، غادي يزيدني الوان. شو علاش قلت لكم تنجموا ديروها كيما حبيتوا، ماشي افضل؟ جو بريفير هاد لا فيرسيون. وهنا انا احبابي غادي نكمل على هاد المنوال، نعمرها يعني نكمل بلي صومون، نكمل بالمعدنوس، نكمل بالبيض السمان. هنا تاني ساير داير غادي نجيب اوراق المعدنوس، شكرا عندي معدنوس، اللي عندكم سيبولات الحاجه اخرى ديروها، ونحطها تاني ساير داير ونرجع نقدمه لكم. سموكر طارطا. ستارتا اختصاص ويديك، وتجربت وعجبني بزاف، ونديره بألف طريقة وطريقة، كيك ساندويتش
خبز، بعد نحشيوه بالفرماج، نحشيوه بالصومه، نحشيوه باللي حبينا ونغطيوه بالفرماج فخي بالجبن الطازج وتاني نزوقوه باللي حبينا. خضراء غادي نشوفوا مع بعض الهريسه الحلوه. طاجين بدو دابور طاجين الباي. طاجين الباي واش هو؟ طاجين ماشي كيما الطواجن اللي نعرفهم حنا. هاد الطاجين طواجن في تونس يجوا في الفول، سي دي غراتان مي كون ابل اوسي طاجين. طاجين هذا فيه ثلاث طبقات، الطبقه الاولى فيها اللحم، الطبقه الثانيه فيها الفرماج والبيض، والطبقه الثالثه فيها لي زيبينار السبانخ ولا السلق. وكل طبقة غادي تطيب على حدة في الفور عش مدة 10 دقائق. الوقت اللي نطيب ونحضر الطبقة الأخرى نعود نضيفوها، يعني طبقة نعود نطيب الطبقة الثانية نزيدوها ونعود نكملوا بالطبقة الثالثة. بدو على بركة الله أول طبقة اللي هي طبقة اللحم المفروم لا فيون داشي. على بركة الله ندي إن كوكوت أون فونت ونحمي وندير فيها شويه زيت. هلا ونحط نقلي البصل. كي يتقلى البصل غادي نزيد له اللحم المفروم ونتبله ثاني بالكرويه، ندير له ملح وفلفل اسود، وبعد نطحن هذاك البصل مع اللحم المفروم باش تعطيني نكوش فريمون تري فين. نحب الطبخ ندير لكم بزاف اطباق من الطبخ الجزائري، نحب ثاني اطباق مغربيه، اطباق تونسيه، يعني اطباق من المغرب العربي. واطباق تونسيه نحبها بزاف، هما يحبوا الحار، بصح كي عندهم اطباق ثاني بلا حار. عندهم طواجن كيما قلت لكم، طواجن يجوا في الفور، طاجين الملسوقه اللي يجي ثاني باللي فوي لي فوي دو بريك، اوراق البسطيله هما يعيطوا له طاجين الملسوقه. فوالا نقلي في البصل كما قلت لكم، بعد نزيد له اللحم المفروم. هذه الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه غادي نديروا المزيج، هما يستعملوا الريكوتا في تونس، نستعملوا الريكوتا. هنا غادي نستعمل المزيج بين الريكوتا والجبن الطازج، وغادي نخلط مع هذا الجبن الطازج والريكوتا غادي نخلط 3 بياض بيض. بياض البيض نديره هنا، وصفار البيض غادي نحتاجه مع السبانخ مع لي زيبينار، يعني غادي نستعمل في النهايه البيضه كامله. ندرب الريكوتا والجبن مع بياض البيض اللي ضفته. هذه راح تشكل لي لا دوزيام كوش اللي غادي تطيب من بعد فوق اللحم المفروم. ندير لها شويه ملح وشويه فلفل اسود. دروك نزيد لحم مفروم. هنا غادي نزيد تقريبا 100 غرام لحم مفروم، نقليهم مليح، ومن بعد غادي نتبل كما قلت لكم، غادي ندير لها الملح فلفل اسود، غادي نزيد لها الكرويه، وغادي نطحن
كاع هذا الشيء باش نزيد لهم 3 معالق ولا 4 تاع جبن مبشور ونزيد لهم 4 بيضات كامله. هنا راني ندرب هذا الشيء ونخليه على جنب. ثالث كوش غادي نستعملوا فيها السبانخ اونكور اون فوا لي زيبينار. قلت لكم واش ادور لي زيبينار وكاع الاطباق اللي جو فيها يعجبوني. غادي ندبل هذوك السبانخ، نجيب كوكوطون فونت نحط فيها شويه زيت. دائما نقول لكم استعملوا زيت صحيه بلا كوليسترول وفيها فيتامينات. هنا غادي نملح وندير فلفل اسود. فلفل اسود وندير شويه كرويه. ونقلي مليح. تخلي صفار البيض هنا غادي نحتاجه من بعد باش نزيده لي زيبينار. وهنا كيحمالي شويه الزيت ندبل هذوك لي زيبينار سبانخ اللي كنت نقيتهم غسلتهم ونشفتهم من الماء. نديرهم يدبلوا ونشوفوا الكميه كبيره بصح من بعد غادي الكميه تاعهم تنقص. خليهم يدبلوا على خاطر قلتلكم كي يطيب غادي نطحنوه. فوالا اللحم راه طاب لي. غادي درك نديره في الغو دو ميكسور اي غادي نميكسي جو ميكسي هاد لا فيوند. Voilà, et on mixe tout ça. اي فوالا طحنت مليح ولات تري ليس. دروك غادي ندي عيني دائما على لي زيبينار اللي راهم يطيبوا. نحركهم مره على مره راهم يدبلوا. فوالا هنا نكسر 4 بيضات ندربهم نزيد لهم داك اللحم اللي طحنته ونزيد لهم الجبن المبشور. يجي بنين بزاف هاد الطاجين متكامل. هنا راكم تشوفوا بلي عندي جوز. هذاك الجوز غادي كي نكمل كي كمل الطياب ندردره من الفوق بور لا ديكوراسيون بور لو غو تاني اي بور لي بيان في تاع الجوز.
أهمية الجوز الأوميغا 3. هنا غادي نزيد اللحم حرك مليح نزيد له الجبن المبشور وقلنا هذا غادي نحطه 180 200 الى الفور تاعكم يسخن بزاف ما ديروش حتى 200 ونحط هذيك لا بريباراسيون في البلا دو البلا اللي عندكم كي سوا كاري او ريكتانغولير كيما حبيتو مي لا غادي نواشيه نقدو باش يجي قد قد ونحطه يطيب لمدة 10 دقائق ومن بعد نزيد له لاريكوتا اللي درناها مع الجبن الطري مع بياض البيض ومن بعد نزيد له لاكوش نتاع لي زيبينا لمدة 10 دقائق هنا نشوف لي زيبينار اللي راهم يطيبوا راهم يدبلوا غادي نملح وندير نواد موسكال جوز الطيب رشة جوز طيب فوالا ونحرك مليح غادي نخليه ما ندبلهاش بزاف باش نخلي لها هذاك الخضوريه تاعها نجيب البول تاع الميكسور و جي ميكسي هاد لي زيبينار نتاعي ينطحنوا باش تجيني تيكستور فريمون فين نهود شوية دايما من الميكسور باش كل شي ينطحلني كيف كيف ونزيد نطحن درك هاد لي زيبينار اللي طحنتهم هاد السبانخ اللي طحنتهم غادي نزيد لهم الصفار البيض نزيد لهم شويه جبن ونزيد لهم ثاني البيضه الكامله يعني غادي يجيهم ثلاث صفار بيض اللي بقاو لي من ثلاث بياض بيض اللي درت لهم الجبن ونزيد لهم ثاني بيضه كامله نحتاج هنا هذا الفوي اللي استعملته ما عنديش فيه غير الجبن نقدر نعاود نستعمله نزيد له البيضه الكامله فوالا ونخلط نزيد الجبن اللي بقى لي هنا نخلط ونزيد له لي زيبينار ونخلط مليح هذه ثالث كوش تاع
ثالث طبقه غادي نزيدها لطاجين الباي. طبقتين راهم واجدين هنا. نروح نقب عليه الى طاب باش نزيد لها من بعد لا كوش على الفرماج. هالا سي بون، شوفوا لا بروميير كوش راها شدت روحها، ونحط فوقها درك قلت لكم لا دوزيام كوش، الطبقه الثانيه اللي هي الجبن اللي كنا مخلطينه مع الريكوتا، جبن الطري مخلط مع الريكوتا. فوالا وتاني نقده مليح، ومن بعد نعاود نرده 10 دقائق يطيب. كي يشد روحه نعاود نزيد له الطبقه الثالثه اللي هي طبقه السبانخ. اي تمشي معايا للفور يعاود يطيب للمره الثانيه. راه يطيب للمره الثانيه. انا من بعد نزيد له لا ثوازيام كوش يعني تاع لي زيبينار نتاع السلق باش يطيب للمره الثالثه. نخرجه نخليه شويه يحكم روحه، من بعد نقطعه معينات ديال الزونج ونزوقه قبل ما نقدمه بالجوز. وبعد الفاصل نقدمه لكم يا اعز واحلى ناس. بلاد عزيزة على قلبي بزاف، ونحيي بهذه المناسبة كل أحبابنا في تونس، واني عارفة باللي هما بزاف يتفرجوا فينا. شفنا أول وصفة من تونس، لقبل ما زال باقي لنا وصفة تانية اللي هي هريسة. شفنا أول وصفة اللي هي طاجين الباي، طاجين ماشي كما الطواجن تاعنا، هذا الطاجين يروح للفور ثلاث طبقات، لا فيون داشي، الجبن، شنو نحتاجو له؟ نحتاجو له 500 غرام سميد غليظ، نحتاج له 250 غرام لوز، هذا اللوز ديزه بقاش نحبه يعني البنه تجي فيه ثاني شابه، 150 غرام شاميه ولا كيما نعيطوا لها حلوة الترك، 125 غرام سكر، ناخذ ثاني تمر، ناخذ ثاني 100 غرام زبده، 250 مللتر حليب، وهذا بيستاش وجوز اللي غادي نزوق بهم والعسل تاني. نبدي على بركه الله. الخطوات شنو هي؟ الخطوات هي غادي نحمص الحمص، هذا الكاطو ما يطيبش في الفور، غادي يعني اللي يطيب فيه هو السميد اللي غادي نحمصوه. بسم الله، اون بوال ندي عليها النار، اون كاسرول غادي ندير فيها الحليب والزبده ندوبهم مع بعض، بعد غادي نلم بهم داك السميد وهذوك الصوالح اللي غادي نزيدهم. قلنا ندير 250 مللتر
حليب 100 غرام زبدة وندوبهم مع بعض اكونديسيون نقدي عليهم النار. هلا راه يتحمص راه يحمى والسميد راه يتحمص. صاي شوفوا كي يتحمص، كي تشوفوا حمار كي من هاك ديريكتومون تحطوه في ان سالادي باش ما يزيدش يكمل طياب، سينو كون تخلوه في المقله نتاعه يكمل طياب. وهنا راه محمص، هنا نزيد له الحليب والزبده اللي خلطتهم مع بعض، نزيد له اللوز اللي هرمشته فوالا، نزيد له تاني التمر اللي قصصته غادي يعطيه بالنشابة بزاف، ونزيدو له الشامية اللي هي حلوة الترك اللي غادي تعطي له تعليكة وبالنشابة، ونخلط كاع هاد الشي. شفتوا الصوالح الشابين اللي انا حاطينهم لداخل؟ السميد اللي كنا حمصناه، اللوز، الحليب مع الحليب مع الزبدة، زدنا الشامية وزدنا التمر، ونخلط مليح. فوالا غادي نزيد له حتى شوية عسل. فوالا ونخلط. صايي شفتوا راها كملت. دروك يا ديروها في ان بلا فولا بلاتيسي باش يولي عندها نيفو واحد، ومن بعد ديروا فوقها شويه عسل باش يلصق لكم هذيك لا بودغ، هذاك بودره البيستاش، وخلوها تشد روحها مليح، ومن بعد عاد تقطوها، ما تقطوهاش شويه عاد ما شدش روحها. ولا غادي نستناها تبرد غير شويه ونديرها في هذا الليمون باش تحتشد لي لا فورم نتاعهم. فوالا تخلطت لي مليح. اوب هنا انا غادي ناخذ ملعقه وغادي نعمر هذوك الليمون
et je tasse bien. يعني كيما نقولوا زي نابلاتي جابلاتي بيان باش تشد باش تحكم في بعضياتها كي تبرد تشد في بعضياتها ونمشي نعمر ليمون كيما هاك وانا ماشيه نعمر ساينا الوصفه كملتها حبيباتي غادي نعمر ليمون نتاعي نخليهم يبردوا نجبدهم بعد نرمدهم الفوق شويه بيستاش ندير لهم جوز ونعاود نتلاقى باش نقدم لكم احلى يا احلى ناس حكينا حكايه الهريسه الحلوه بزاف ومع التالي يعني كي نقدمها ندير لها